نحن نازحين كورناز بعد الحرب اللي تمت في 2012 على قريتنا. طبعا تدمرت قسم كبير من بيوتنا، هاجرنا للريف الادلبي بالكامل بالشمالي وبالجنوبي وبالمخيمات، وتنقلنا بكثير مناطق بادلب. فاخترنا هالمنطقة هاي القريبة على بلدنا كونه محررة، واشترينا كل واحد قطعة أرض وعمرنا هون، ولاقينا صعوبات بالبداية، لكن الحمد لله الله سبحانه وتعالى صبرنا. مدينا عمدة كهرباء، مدينا الكهرباء. طبعا اسم المزرعة كورناز جديدي. نحن من كورناز، يعني كنا مكيفين بكورناز وقاعدين فيها، ونزحنا وجينا على الهبيط، وصار أجارات وما أجارات، ويعني ياخذوا منا أجارات وحق. قمنا اشترينا هون شقف وعمرنا، والحمد لله هون يعني استرحنا، لا بقى حد يحكينا ولا بقى حد يحكي معنا، والحمد لله. بس اشو ناقصنا؟ مدرسي ناقصنا، خبز ناقصنا، مي ناقصنا، كل شيء يعني. صور ابارنا الارتواز عشان انا يا البتور.